أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر أمني فلسطيني بأن قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمكنت من تفكيك خلية مسلحة في بلدة سيريس شمال الضفة الغربية تابعة لتنظيم داعش. وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية تمكنت من العثور على قذائف هاون ونفق صغير في منزل أحد أعضاء الخلية، إضافة إلى برميل بارود وسيارة مفخخة مجهزة للتفجير. تعتقد الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنها معدة لاستهداف مقر الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية وفقا لاعترافات أعضاء الخلية. وأثناء تنفيذ المهمة تعرضت الأجهزة الأمنية لتفجير عبوة ناسفة لكنها سببت أضرارا مادية فحسب على حد قول المصدر. لمعرفة المزيد من التفاصيل من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث فالح نصير. أهلا بك معنا فالح، لك أن تطلعنا على تفاصيل هذه العملية، منذ متى وهل هناك مزيد من الخلايا النائمة لتنظيم داعش في الضفة الغربية؟ نعم، بداية الموضوع بأن قوى الأمن الفلسطينية اشتبهت بأحد الفلسطينيين بانتمائه لإحدى الحركات الإرهابية والتكفيرية، قامت باعتقاله، وأثناء عملية التحقيق معه اعترف بأنه ينتمي لتنظيم داعش وأنه يعمل على تشكيل خلية إرهابية ستبدأ بشن هجمات وتنفيذ عمليات تستهدف الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمقرات التابعة للسلطة الفلسطينية. وبعد عملية التحقيق قوات الأمن الفلسطيني داهمت منزل المشتبه به وتبين وجود نفق في أسفل هذا المنزل واحتواء النفق على وسائل ومواد قتالية ومواد متفجرة. الأجهزة الأمنية قامت بتفجير النفق عن بعد ومصادرة الأسلحة وبعض الصواريخ المعدة يدويا. وحسب ما أكدت لنا مصادر أمنية فإن هذه الخلية بالفعل كانت تنوي وتشرع في تنفيذ عمليات ضد قوى الأمن الفلسطيني، وقد جرى تفكيكها في ليلة الأمس، وأيضا قامت الأجهزة الأمنية بمصادرة هذه الأسلحة والوصول إلى النفق الذي كان يقيمه هذا المتهم في أسفل منزله في قرية سيريس جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. ربما هذه الحادثة هي الأولى هنا في الضفة الغربية، وهذه المشاهد وهذه الأعمال تبدو غريبة عن المجتمع الفلسطيني، ولم يسبق بأن كان هناك تنفيذ واستهداف للأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفيات من قبل مجموعات تتبع لخلايا وتنظيمات إرهابية. ربما وقعت حالات اشتباك ومواجهة مع قوى الأمن الفلسطيني، لكن مع مجموعات من المسلحين الخارجين عن القانون، حينما كانت تشرع قوى الأمن الفلسطيني بالقيام بعمليات أمنية تستهدف الخارجين عن القانون في مناطق الضفة الغربية. لكن هذه الحادثة التي يعني كانت مفاجئة وتعتبر دخيلة وغريبة عن المجتمع الفلسطيني، كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية متيقظة لها وتعمل على متابعة هذا الشخص المشتبه به قبل اعتقاله والإدلاء بهذه المعلومات، إزاء الخلية وإزاء المخطط الذي يستهدف مقرات وقوى الأمن الفلسطينية. شكرا جزيلا من رام الله مراسل الحدث فالح نصير، شكرا لك. علم اعطيه شيء ضوي كشاف طعم اذا هذا طعم لا جاهز شو جاهز انتهت هون واحد يسند هاي هون رحاق وين رحاق وين رحاق شو اسند بسرعه بسرعه سن 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 خذ اللمبه خذ اللمبه اعطيه اللمبه وين سوان خذ اللمبه بندوق صح خذ البطاريه خذ 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 امسك انا اجيب لك بسرعه بندوق شو بدك؟ ادم صور اعطيني الفيديو لادم اللي اعطيتك اياه شغال تناول فيديو الفيديو تناول تناول غير تناول هاي التليفون خذ خذ لمين؟ يلا
عمل بهدوء. انتبه. انتبه. في سوريا أفاد المرصد بأن تنظيم داعش قطع طريقا حيويا وهاجم قريتين في بادية دير الزور وتمكن من السيطرة عليها وتثبيت نقاط له على طريق دير الزور الرق الحيوي ومهاجمة قريتين تتبعان لناحية التبني في ريف دير الزور الغربي قبل أن ينسحب منها. وذكر المرصد أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين من الدفاع الوطني وتدمير سيارة عسكرية، وخرجت على إثر ذلك تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الدفاع الوطني ولواء القدس من مدينة دير الزور باتجاه ناحية معدن لتعزيز النقاط وفتح الطريق. من جهتها أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي مقتل 18 من عناصر داعش واعتقال 63 آخرين خلال 94 مهمة مع الجيش العراقي وقوات سوريا الديمقراطية منذ يناير 2024. وبحسب بيان صادر عن القيادة المركزية للجيش الأمريكي فإنه نفذ مع القوات الشريكة في العراق 66 عملية مشتركة أسفرت عن مقتل 11 عنصرا من تنظيم داعش وإصابة 36 عنصرا آخرين. وفي سوريا أسفرت 28 عملية مشتركة عن مقتل 7 عناصر من تنظيم داعش واعتقال 27 آخرين. وأضاف بيان الجيش الأمريكي أن الملاحقة المستمرة لحوالي 2500 من مقاتلي داعش في جميع أنحاء العراق وسوريا هي عنصر حاسم في الهزيمة الدائمة للتنظيم. من رام الله معنا الدكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور محمد. دكتور محمد سأبدأ معك فيما يخص تنظيم داعش ووجود تنظيم داعش والخلايا في الضفة الغربية. هل هناك قوى إقليمية معروفة تحرك هذه الخلايا لأهداف سياسية؟ من هي وما هي هذه الأهداف؟ تحياتي لك سيدتي، تحياتي لك كافة المشاهدين الكرام، ودعيني أقول بأنه نحن نعيش في بيئة غير مستقرة في المنطقة خاصة بالفترة الأخيرة وفي فلسطين بالتحديد، أن هناك في حرب عدوانية الآن اليوم 183 حرب عدوانية على الشعب الفلسطيني، وبالتالي تكون دائما الأجهزة الأمنية في هذه الحالة في أعلى درجات الاستنفار، خاصة جهاز المخابرات العام الذي يمتاز بعلاقات 86 معاهدة يعني تعاون مشترك مع أو مذكرات تفاهم مع الدول العالم في خاصة في مكافحة الإرهاب. لذلك هي يمكن يكون جهاز ده بدون ادعاء كبير جهاز المخابرات الفلسطينية يمتاز بالأهم جهاز في المنطقة في جمع المعلومات، لذلك تكرار المعلومات موجودة وفي متابعة شديدة جدا لهذه الأحزاب لهذه الأطراف المتطرفة جدا منذ تقريبا 4 أو 5 سنوات حتى لما كانت داعش انتشرت في المنطقة، وفي إمكانيات الوصول لغرفة الدردشة السوداء ومتابعة كل هذه الأفكار بما في حتى على السوشيال ميديا. ولكن هذه العملية بالتحديد تم يعني بمعنى التواصل والقدرة على السيطرة على فرد بهذا المجموعة، وكان هو في منطقة جنين، والاعترافات تم اعتقال شخص آخر في طوباس، والتقرير مفصل بشكل كبير، وكنا نتوقع أن تكون طبعا الأجهزة الأمنية ستقدم تقريرا في بعد، لكن التحقيقات ما زالت جارية. نعم في خلية، ولكن أنا لا أستطيع التأكيد أن هذه من داعش أم لا، لكن كثير من الخصوم والأعداء يستخدموا الأسماء هذه تحت عنوان داعش، ولكنها قد تكون يعني شباب متطرفين لا يستطيعوا أن يميزوا ما بين الخير والشر في داخل هذه البلد، خاصة نحن نعيش حالة غير مستقرة، وقد يكون هو الهدف منه ضرب السلم الأهلي وقلب بيتنا المجتمعي خاصة في ظل التوترات الداخلية التي دارت في الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي. طيب دكتور محمد، أنت ما جاوبتني على سؤالي، ولكن من له مصلحة بأنه يطلق على هذا التنظيم داعش في داخل الضفة الغربية إن لم يكن داعش؟ ليس يعني انا ما بقدرش اكد لانه الان مش مطلع على التحقيقات، اسرار التحقيقات ما زالت مستمره، ولكن استطيع القول مثلا الان دوله الاحتلال لديها هدف كبير جدا ان تخلق مجموعات داعش في منطقتنا، ولما يتم الحديث عن داعش بعد ما انتهينا من المنطقه هو الان ايضا في خلافات مع الاداره الامريكيه وفي خلافات في العراق وفي خلافات في سوريا. اتمنى انه ما ينقطع الاتصال. رجع كان علق الاتصال، كنت تتحدث بأنه في خلافات مع الإدارة الأمريكية في سوريا والعراق، انقطع الاتصال. وإسرائيل من مصلحتها حتى
الاتصال بيشغلنا يا دكتور، يعني بيجي شوية ويقطع. طيب نحاول إعادة الاتصال مرة أخرى. رجع تسمعني؟ على ما يبدو انقطع الاتصال، يعني سنحاول إذا كان في مجال نرجع مرة أخرى لاستكمال النقاش. من رام الله كان معنا الدكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.